السلام عليكم محمد قديم، شو معنا الفيديو لحدك تشوف المقطع كامل قبل يبدا الفيديو، او انك تشترك في القناه نسألها اكبر عدد من المشتركين واضغط لايك نسألها اكبر عدد من اللايكات ولا نبدا الفيديو. بعدين الفيديو بيمسح العربيه عشان ايه يلونوها، هي لونوها دلوقتي بص بيشيل الهواء كده قدام الفيزا وهي بص هو ساخن هيشيل الهواء ويظبطها بص. عامل فراري حاطها مش عامل ازاي بدل ما تلونها ولا حاجة، لا دي غزل البنات ترسم جلد عاملها شالها راح تطير، عامل اكتر من واحد مش عامل ازاي، في شكل بيفتح الجزازة بالآلة الحفار في آلة الحفار آلة الصقيلة بص هيشيلها دلوقتي، شالها ازاي واو شوف شالها ازاي، دي برضو بتمسح العجلة تمسحها، دي برضو بتعمل ايه زي المشهد الأول هتلونها برضو تعملها بالهواء الساخن بعد كده بتقطعها بآلة حادة بعد كده هتبرز، شوف عامل ازاي واو شكل مرة روعة شكل مرة روعة. دي برضو شوف دي بتاعت مقالة الطعام، مقالة الطعام شوف واحد راح لمكانه ازاي، يعني ممكن يقع هو مش واثق من نفسه كان ممكن يقع على طول. دي بتملى كوباية رهوة بص الرهوة بقولك الرهوة بص مش بتجع وتروح كده وتروح تطلع فوق على طول كده، حبة الشفاط بعد كده ايه انت بقى تعدي الجنود انتشر اليومين دول بعد من 10 وانت نازل يعني 7 6 5 4 3 2 1 هيبدأوا يعملوا صفر صفر كده يجي صفر كده خلصوا العرض كملوا في التصوير البطيء حاطط بيه بسلايد الأفكار بتاعت بالونة هوية، شوف التصوير البطيء عامل ازاي سلو موشن عامل ازاي، شوف ازاي التصوير البطيء برضه ايه بيفيدنا برضه في حاجات كتير التصوير البطيء ده واو. يبقى بيخلي اسمه ايه بيسد بيفرح منه المية، شوف ضغط المية عامل ايه انفجار انفجار، دي بيقطع حاجة اللي بيقطعها لا دي اسمها الكيسة بيفرجحها، شوف انا عملت ازاي في الاخر ده عربية في مكانها بتطلع دخانة حط بتاع هنا وبتاع هنا طلع دخان على طول واو، شوف دي برضه بيمسح نوع العربية من القيمة، بيبص المية ضغط المية يشيل أي حاجة ده ممكن يقطع الحديد ضغط المية ده، شوف بتنضف ازاي بسرعة بتنضف بسرعة ازاي واو بتنضف بسرعة، دي أحرق الشفايف لا عشان يلونه ولا يعمل شكل دلوقتي واو شكل عامل ازاي مرة لو دي طاهر دي اللون دي بيضة حاطط البيضة على البتاع دي حاطط مقص كل واحد كل واحد دي جيل دي ستيك عامل ازاي لازج عامل ازاي بيروح كده وبيروح كده، دي بتشفط الاسمنت قال الضغط شوطة شطر فوق شوف بيروح عامل عمل ايه عامل ايه في الرصيف عامل ازاي منتهى الدقة، دي بتصنع المفاتيح ولا ايه ده شكل دي بتصنع المفاتيح دي كده بتصنع المفاتيح.